اولا مرحبا بكم، وثانيا سنة أمازيغية سعيدة ومن خلالكم صاحب الجلالة وكافة الشعب المغربي بهذه السنة. كنتمنى لهم الصحة والسلامة والعافية وطول العمر إن شاء الله والمزيد من العطاء والحضور والتألق. طبعا هي أيضا كما قلت هي نافذة هويتية لإطلال المغاربة باش نوقفوا على واحد ما تحقق في هذا المسار النضالي ديال التنزيل ديال الامازيغيه. اكيد ان كنا امل ان الحكومه تكون عندها واحد شويه ديال الجراه شويه ديال الشجاعه يعني توقع المرسوم باش يعني ترسم سنه الامازيغيه كعطله رسميه مؤدى عنها. ما وقعش طبعا احنا على صعيد الحركة الشعبية أنها عطلة رسمية مؤدة عنها الأطر والموظفين، وكان أيضا توجيه الأقاليم والجهات في المكاتب الجهوية الأقليمية أيضا باش يمشيو في هذا الاتجاه. اليوم نقول لكم اليوم هذه الوقفة هذه اللي هو احتفاء واحتفال، وفي نفس الوقت أيضا حتى وقوف على فين وصلنا. عندنا ثلاثة ديال النقاط. النقطة الأولى هي المخطط القطاعية. ثلاث سنوات هذه نقول لكم حتى شي قطاع ما بلور المخطط ديالو. إذا صعب اليوم نهضروا على التنزيل، المجلس ديال اللغه والثقافه المغرب ما شفناهش فينا، هو حتى هو 3 سنين ومبلوكي. اليوم كنهضروا على اعتمادات. دابا المشكل اللي كاين الاخوان ردوا البال ان كنهضروا على اعتمادات ضخمه، كنهضروا بالملايير، كنهضروا على 20 مليار خصصت للامازيغيه ما شفناهاش. الناس كيتسولوا كيقول لك مشات القطاعات. هذه القطاعات بغينا نعرفوا شنو يديروا بها. واش 20 مليار كلها امازيغيه الواجهه باش نديروا فيها لي زونسين، نديروا فيها البلاكات؟ لا يعقل. 30 مليار اخرى مبرمجه، خصنا نعرفوا فين غتمشي. اذا السؤال الجوهري اليوم كيف ومتى واين صرفت الحكومه خصها تخرج. دابا حنا كنهضروا على 50 مليار سنتيم، لا يعقل 50 مليار ما بين الفايته والساشي المبرمج تخرج تقول لي لا هاد الفلوس فين كيمشيو؟ ما يمكنش تحسبوها الامازيغيه، والامازيغيه يعني ما شفت فيها حتى شي حاجه. فهذا اليوم يعني اشكال حقيقي كيتصرح. اعتقد انها مناسبه للنقاش في يعني في هذه المواضيع مواضيع اخرى، وكنتمنى ان شاء الله ان الحكومه تخرج من المقاربه ديال الشابيتو وتنزل المقاربه ديال الامازيغيه الحقيقيه اللي هي المقاربه اللي هي الخيمه، وتنزل عند الناس ديالهم وتحاول تفاعل مع انتظارات وتطلب عدد ديال الاعضاء ديال الحكومه اللي مشاو للخميسات. فاش كيمشي وفد حكومي للخميسات ربما ماشي غير الخميسات فقط ولكن يمشي لاي اقليم، فهذا حدث ماشي عادي. وبالتالي فكنشوفوا اشنو ديال ذاك الاقليم. اليوم مع كامل الاسف الحكومه ما تفكرات الخميسات قريبه الا لما تعلق الامر باحتفال الامازيغيه، ولكن بغينا تفكر بان الخميسات ايضا قريبه في التنميه وفي الشغل وفي الثقافه وواحد المجموعه ديال المشاكل اللي كتعرف لهذا يعني هذا الاقليم المناضل. ما نساوش الخميسات راه ما عرفتش كتعرفوه ولا ما كتعرفوهش، راه كانت مركز ديال اللي كانوا كيوجدوا فيه الجنود اللي كانوا كيمشيو للحرب العالميه الثانيه في المغرب. الخميسات ايضا مسخه راس رئيس الوزراء الاسبق الفرنسي دومينيك دوفيلبان. يعني هذه اعتبارات مهمه اللي كان ربما كتخلينا نوقفوا على الخميسات حتى هي نحطوها كما عندها التوأمه مع كان وعندها مع مارسي وعندها مع تولون، هذه المدن الفرنسيه الجميله. على الاقل نعطي واحد النصيب في التنميه ماشي فقط نختزلوا في الاحتفال وفي الشابيتو، هذا شيء مؤسف. الحركه الشعبيه كان اول حزب في المغرب اللي من بين البرامج ديالو من بين يعني الاهتمام ديالو الاول كانت اللغه الامازيغيه، هذا الشيء من عهد الستينات. وهذا نضال كان طويل والحمد لله اليوم تم الترسيم ديالها، وتم كذلك الانخراط ديال عده مكونات سياسيه في هذا المطلب هذا، وهذا جميل جدا. فالاحتفال ديال اليوم كيجي بمناسبه راس السنه الامازيغيه، ولكن هذه فرصه باش يمكن لينا يعني نشوفوا فين وصل هذا المسار ديال ترسيم اللغه الامازيغيه او الثقافه الامازيغيه. لان الامازيغيه لا نختزلها في اللغه او في بعض الواجهات، ولكن هي تنزيل فعلي يعني تنموي اجتماعي سياسي ثقافي. اولا خصو يستحضر الامازيغ كمكون ثقافي، كمكون مجتمعي، كأحد المتنوعات ديال الشعب المغربي إلى جانب المكونات الأخرى العربية والليفية والعبرية إلى آخره. فاليوم حقيقة بدات الحكومة أو الحكومات السابقة الناس أنها غادي تخصص اعتمادات كافية لتنزيل الأمازيغية عبر واحد البرنامج معين. اليوم
الاعتماد تبرمجت فعلا، ولكن لازلنا يعني ديك الامازيغيه ديال الواجهه وديال لي تيتر. حنا بغينا الامازيغيه تمارس في المحاكم، تمارس في المحافظه العقاريه، تمارس واحد السيد شرح او ريفي مشى عند الطبيب خاصو كيفاش يشرح له، كيفاش يفهم له التقاضي، يعرف الوكيل اش قال له، يعرف القاضي اش قال له، يعرف المتهم اش قال له، بحال مجموعه ديال المكونات. نقطه اخرى، حتى في التعليم كانت لواحد مجموعه ديال المدارس كتقرا الامازيغيه، في هذه السنه هذه نقصوا هذه المدارس على النصف، وهذا تراجع. بغينا الحكومه تبين لنا اش هما الاليات اللي وضعات للتنزيل الفعلي للامازيغيه للتعميم ديالها والاستفاده منها كهويه كتراث مغربي وكم مكون من المكونات المجتمعيه ديال هذا المغرب المتنوع الذي يشتغل تحت سقف واحد ووراء جلاله الملك. احمد الحموش قيادي في الحركه الشعبيه، برلماني عن دائره الخميسات والماس. اليوم كنعيشوا واحد مناسبه غنيه على التعريف، وهو السنه الامازيغيه. اليوم كيف شفتوا احنا فرحانين لان كنعيشوا واحد الاجواء اللي كنحسوا بها بان هاد السنه الامازيغيه يمكن كيخصنا نفرحوا بها اكثر من هادشي. حنا كنعطيو اهميه لواحد السنه ربما ميلاديه اللي حنا بعادين عليها، وكننساو السنه الامازيغيه اللي من الشيم ديالنا ومن الاصاله ديالنا ومن الثقافه ديالنا، وكذلك السنه الهجريه. فربما اليوم هذا الاحتفال هذا عنده دلالات كبيره، ومن من موقعنا احنا كحركه شعبيه كنطالبوا ان هاد المناسبه تكون يعني مناسبه تكون فيها يوم عطله كما عبرنا عنه، سواء من الفريق الحركي، سواء عبر عنها الامين العام للحركه الشعبيه، ويكون مؤدى عنه، لان من العيب والعار ان لغه دستوريه اللي دسترات في 2011 والتنزيل ديالها اليوم كنعيشوا يعني ربما لاول مره كنحسوا بان الامازيغيه اصبحت تعطى لها شيء مما تستحق. فلهذا خصنا يعني كامازيغ وكعرب، لان السنه الميلاديه تعلمون جميعا اصبحنا مسلمين وعرب نحتفل به اكثر من الاجانب، وكنساو ثقافتنا، وكنساو اصولنا، وكنساو يعني المناسبات اللي هما يعني ضروري نحتفلوا بهم ونعطيهم اهميه كبيره. فبهذه المناسبه اتمنى لجلاله الملك الصحه والعافيه وطول العمر وللأسرة الكريمة، وكذلك أتمنى بهذه السنة الأمازيغية كذلك النجاح والرقي للحركة الشعبية وللقياديين ولأمينها العام ولرئيسها، وأتمنى له التوفيق. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.